السلام عليكم مرحبا بكم في الفيديو تاع نهار اليوم يا تكونو تكونوا كامل بخير وتكونوا اون تري بون اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين حبيبات قلبي توحشتكم 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 كيما توحشتوني ولا اكثر ونشكركم كامل اللي سقسيتوا عليا واللي في الخاص ولا في اليوتيوب ربي يحفظكم وربي يفرحكم وربي يعطيكم وي منيكم ان شاء الله يا ربي العالمين على بالكم لما نغيب عليكم اعرفوا باللي الله غالب عليا يعني فوق طاقتي والله يا البنات آه يعني بعيد الشر كنت يعني بعيد عليكم كنت مريضه جاني ظهري واش نقولكم لكم آه وجاني آه شتو يعني لاسفل الظهر على بالكم هذيك العفسه هذيك اللي تجي هكا في الوسط على بالكم هي اللي تشدنا كامل دونك ما نقدرتش ن... ما نقدرتش نخدم شغلي وما قدرتش نخدمه يعني ما فما بالكم التصوير يعني ما حبيتش نفرسي على روحي بكل صراحه وما قدرتش تانيك ما قدرتش لا غالب المهم ربي يعطيكم ويمنيكم ان شاء الله وربي يحفظكم ويخليكم لي اغلى اخوات واغلى ميمات وبنيتات ان شاء الله يا ربي المهم البنات هنا جيتكم بهاد لو كاتو شوفو آه شوفوا ستان كيك و بوم آه بالتفاح يجي بزاف بنين وحبيتكم هكا تشوفوه قبل ما نبداو كامل نخدمو فوالا هنايا راهو مازالو سخون مي بصح راني يعني نوريكم القوام ديالو كيفاش يجي وكما قلت لكم مازالو يغلي دونك مازال آه نورمالمون ماشي كامل دوكا نقسمه لكم بصح باش تشوفوه قبل ما نبدا كامل الخدمه هنا في لو ريسيبيون درت قريصه تاعي تاع الملح درت زوج حبات تاع البيضه كنت تشوفوا البيض تاعي فريمون صغير درجة حرارة الغرفة نضربوه بال شوفو الباتور تقدرو ما تستعملوش لي ما عندهاش الباتور تستعملي غير لو انا ما مقدتش يعني كنت عيانه شويه دونك ما درتش ما حبيتش ندير بيدي حبيت هو يسهل لي الخدمه خير وخير درت كاس تاع السكر موان دو دوا يعني ناقص اسبوعين ونص كاس تاع الزيت اليد تخلط ويد راهي تضيف هذاك الزيت فوالا كما قلت لكم اللي ما, ما عندهاش الباتو استعمليه غير الفوي هذا مكان مهم ضربيه حتى يدوبلك هداك السكر سيتو يعني ما يحتاجش يطلع بزاف ولا كيما لاجينواز جينواز هنا زيدو كاس حليب يكون دافي يعني ماشي بارد من الفريجيدير يكون بدرجه حراره الغرفه تانيك فوالا هنا درت لاغوم تاع الكراميل البنات وهنا نضيف الكيس الاول بلوتو الكاس الاول تاع الطحين الابيض لا فارين ونزيدوا كيس ونص تاع خميره كيميائيه البيكنج باودر الكيس الواحد يوزن 10 غرام هنايا لو تو اي لو بورتو درنا 15 غرام درنا 15 غرام خميره كيميائيه لو مول تاعي ملهيها راهو بيغي اي يعني نديرولو الزبده من الاحسن خمس زيت الزبده ونديروا لا فارين هنايا نزيدو الكاس الثاني تاع تاع الطحين تا الابيض توجور نغربلو هكذا باش ندخلو الهواء وقد ما ندخلو الهواء في لو كيك ديالنا راح يجينا خفيف هنا زدت ربع الكاس تاع لا فارين شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي فوالا كي نشكل الرقم آه 8 مي مي ماشي تو يحبط دونك هذاك هو القوام اللي نحوسو عليه هنا دوكا راح ندير النصف تاعو نديرو آه في فون وهنا شوفوا اللي تحب الكيك تاعها يجي عالي على هكذا تصغر غير في المول فوالا راح لكم الوصفه في صندوق الوصف باذن الله وراح نقيس لكم لو ديامتر تاع هاد السنيما باش تعرفوا ابي بخير. هنا البنات عندي 3 أه بوم هكذا كيكونوا أه انا ولا غير توعي صغيرين درتو في الماء والقارص باش ما يكحلش ومن بعد هاتيك صفيتو ونجي هنا نحيلو كامل هذاك الماء ونزيد له السكر فاني البنات وشويه تاع القرفه يعني اللي محبين القرفه اللي ما عندهاش ولا ما تحبش دير سكر فاني وعندها لو سكر بران ديري سكر بران خير هذاك السكر البني هنا زدت ساشي تاع وحده اخرى تاع لا ودرت هنا القرفه فوالا يعني لمحبين القرفة لي ما يحبهاش يستغنى عليها انا نحب هاد لو ميلونج يجي بزاف بنين ومن بعد كامل هكذا في الوسط ومن بعد نعاودو نخلطو نغطو بهذاك الخليط اللي بقى لنا ولي يكون عندها تفاح شباب تقدر تزيدو حتى على الوجه تاع الكيكه انا قلت لكم كان عندي غير حبيبات صغيورين هنا زدت دوكا هنا نزيدو شويه تاع المكسرات يكونوا غريي وكونكاسي هكذايا يعني وسيتهم غير هكذا في الطرشونه هذيك بالحليول انا درت غير الكاوكاو اللي عندها جوز الدير اللي عندها لوز الدير اللي حبت تزيد تانيك هنا الزبيب دير تشم خوشية تاع المزهر وتقطرو مع التفاح يجي تانيك روعه ومن بعد غطيت بهذاك الاخر ودخلته في يعني في لاباري اللي قعدت لي هذيك النصف تاع لو كيك الخلطه هذيك زيت غطيت بها ومن بعد دخلته يطيب على 170 درجه 180 درجه أه ما تشعلولوش من الفوق حتى تصيبوه حمالكم كي تدخلوا الكوردون تاعكم تصيبوه يعني ناشف تشعلولو من الفوق باش ياخذ تحميره وشوفوا كيفاش يجي يجي ما شاء الله أه يعني محمر تحميره الشبه دوك هنا شوفوا الموس كيفاش راه يدخل يجري قلت هنا والله البنات غير راهي سخونه ما بالكم انا باش نكمل لا فيديو أه يعني راني نقسم لكم فيه فوالا هنايا في على الوجه واش درت دهنته بعسيله اللي عندها لا تاع المشمش اللي عندها مربى المشمش يكون احسن دهنيه كامل على الوجه وزيدي شبحيه بالمكسرات انا كان عندي لي ميغسو هذوك تاع شوكولا اللي دايرتهم فوالا كيما حبيتو يعني واش حبيتو ديروه على الوجه تقدروا ديروه قبل ما تدخلوه كامل تقدروا ديروا هذاك التزيين ها ليك بعد كي طيب مربى المشمش كما قلت لكم تجي ولا اروع تجي بزاف خفيفه وتجي بنينه مغذيه لوليداتنا على بالكم راهم في فتره الفروض يعني جربوا هالبنات وراح تكتشفوا الذوق وكما قال وقولوا لي, لي ولا بعتولي تطبيقاتكم كما العاده ولا وايد فوالا وهنايا جيت يعني على بالكم وحده كتكون تكون مريضه مالغري يخدموا البنات وكامل مي بصح على بالكم تحسوا الدنيا كامل راهي اه يعني مدوده دونك اه هنايا عولت على لاسبيراتور جبتو كامل حيت كامل لابوسيغ فوالا ومن بعد نجوز هذاك التويلق يعني قلت راني غير بالعقل باسكو مازال ظهري مازال ما براش مليح وشتو الظهر شحال واعر ربي يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين وجميع المرضى كامل العالم كاع يعني خصوصا اللي راهم يتالموا في صمت يا ربي ان شاء الله كامل ربي يشفيهم ويرفع عليهم الضر يا ربي العالمين ودكا لا روتين راهي تمشي حبيت نحكي لكم في الموضوع تاع اليوم اللي هو انت حبيبتي انتي اللي راكي تسمعي فيا نقول لك حبي روحك قيمي روحك تهلاي في روحك ما تغلي حتى حاجه على روحك يعني حاجه حبيتيها شريها حاجه حبيتي تاكليها اقضي وطيبيها حاجه في قلبك ديريها يعني شوفوا العمر راهو لحظه استغلي كل يعني ثانية في حياتك ديري كامل وش في خاطرك على بالي حنايا يعني خصوصا الامهات عندنا هذيك الطبيعة تاع خلي اوليدي خصاتو كدا بنتي خصتها كدا وي بيان سور ولادنا نشرو لهم ونتهلاو فيهم وكما قال هذا هو واجبنا مي بصح انتيا دائما ما تنسيش روحك ما تنسيش عمرتك وقفي على روحك حادري على صحتك حاجة ما تنفعك في هذه الدنيا هذه تهلاي في روحك شوفي لما تهليتيش في روحك واحد ما راح يتفكرك صدقيني يعني ما عندنا ولادنا وعندنا أزواجنا وعندنا بصح كاين أمور واحد هو اللي يتهلا في روحه بس مكانش كانش واحدة حينتبه لهذه الأمور اللي راني نهضر لكم عليهم هذه هي اللي تهليتي في تهل. روحك تلقاي روحك الا ما تهليتيش في روحك واحد ما راح يقول لك أرواحي اسمعي تهلاي في روحك يعني تهلي في وجهك تهلي في حوايجك يعني حوايجك قدامو اشري طمي واشري هذه هي البنات يعني خفيف ظريف برك الموضوع حبيت نقول لكم ثاني حادروا, حادروا بزاف على صحتكم بالكوا على صحتكم ما راح ينفعكم والو 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 يعني آه كما قلت راهي لحظه اختنوها يعني في, في كل حاجه في كل حاجه يعني تهلاو في روحكم قد ما تقدروا ونتهلاو في وليداتنا بيان وفي ازواجنا اللي ربي يخليهم لنا تاج فوق رؤوسنا يا رب العالمين وفي والدينا وكامل يعني كل واحد وما كانتوا اكيد هنا البنات هشتنا يعني كانت آه لا سوب ما آه شاركتكمش الفطور آه باسكو كان عندنا يعني لي وهنايا البريك تاعنا العنابي ولا بصح انا على طريقتي شتوني وش درت درت انا البصل البنات نكرملو طيبت بطاطا عادي درت لها شويه فقوما شويه ملح شويه فلفل كحل يعني بعد ما طابت عبصتها وكامل هنا شوفوا تقدروا انا يعني عاودت لوحده معاكم شوفوا تحطوا فورماج بلون من تحت ومن بعد تيكستاكو هنا معدنوس شويه تاع البطاطا البصل اللي قلت لكم. انا كرملته شويه تاع الزيت وشويه ملح وشويه فلفل كحل ونزيد هنا درتو بالطون تقدروا ديروا زيتون تقدروا ديروا فروماج غابي يعني كيما حبيتو كل واحد يديرو كيما حب يعني انا لا توش تاعي قلت لكم البصل نحب نكرملو يجي بنين خير وخير مع ان سوب هكذا فولوتي يعني ما نديروش انا خفيف هكذايا باش زعما يشبع وراكم تعرفوا واش يعني لي سوب انا في لي سوب يعني ان شاء الله راهو ابدا شويه البرد دونك راح كل خطره نعطيكم السوب هكذا باش ن... يعني ندبر عليكم واش طيبوا فوالا وهنايا شوفوا هذاك البريك يعني هنايا هذا هو الشغم ديالو لازم هذيك البيض يسيل هكذا يعني ما يطيبش 100% يعني هذا هو الاصل ديالو واللي ما تحبش هذيك هداك... يعني ترجع ليكم لكن هذا هو هذا هو طيابه يجي هكذا نقول سمعتوا هذيك القرمشه نقول لكم شهيتكم ان شاء الله في الجنه حبيبه قلبي وهنايا جيت نعطيكم تدبيره تاع الكاوكاو باش يعني يجيكم يطيب لكم على حبه شوفوا بون هنايا راح ندير لهم انايا للسهره كيفاش ندير له نشلو مليح في الكسكاس نخليه يقطر بيا ومن بعد نزيد له هنا الملح الكميه يعني المناسبه نزيد له هنا شويه تاع فارينه وعلاش نديروا الفارينه باش تلصق لي الملح هذاك يلصق لي كامل في الكاوكاو ديالي راني شاعت الفوق تاعي غير من تحت البنات خليته يسخن ومن بعد واش ندير دوك تشوفوا معايا فوالا ندخلو هكذا نواسيه مليح وتشوفو كيفاش لصق لي الملح على الكاوكاو صدقوني يجي هايل يجي بنين واقتصادي وجديد وباسكو والله غير مرات نشريوه والله غير حجر ما تقدروش كامل يعني تمدغوه ما مع اللوز مع النوا كاجو يعني نفس الطريقه انا وريتها لكم غير بالكاوكاو يعني عادي حتى تاع البنات ما ديولوش برك الملح ودوك تشوفو كيفاش تحطوه في الكوشه وين تحطوه باش يجيكم يطيب بالروعه شوفوا البنات طلعتو كامل الفوق شوفوا من الفوق راهو طافي ما نشعلوش شعلت له غير من تحتها ونحط سنيوه هكذا من الفوق وتشوفوا كيفاش يطيب لكم على حبه يجي ما شاء الله يجي قلت لكم حتى تاع لي غاتو ديروا له هكذا ما ديرولوش غير الملح هذه حاجه باينه لوز اللوز كامل يعني اي مكسرات ديروها بهذه الطريقه وشوفوا ما شاء الله كيفاش طابلي طاب اللهم بارك يعني جربوها على بالي كاين اللي يعرفوا الطريقه هذه وكاين اللي ما يعرفوهاش والتدبيره اللي جبتها لكم هي السنيوه اللي ديروها الفوق كامل قلت لكم هذه هي البنات فوالا فوالا ميراتي وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله عجبتكم فيديو نهار اليوم كنت خفيفه ظريفة على قلوبكم نتمنى منكم الدعم البارطاج لا لايك لنسيتو اللي اللايك نقول لك لايك حبيبتي باش توصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين تلافي في روحكم حبيبات قلبي نحبكم نموت عليكم سلام وفي امان الله